أهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة مهمة صارت في مقاطعة كيبيك. طبعا مقاطعة كيبيك موجودة في كندا، والكل بيعرف إنها ثاني أكبر مقاطعة موجودة في كندا، وبيعتبروا حالهم أهل كيبيك يعني دائما إنهم very special، لأنه اللغة تبعتهم الفرنسية والهذا، فدائما عندهم شغلات غريبة شوي. حنحكي اليوم عن قانون أصدرته مقاطعة كيبيك، وهذا القانون طبعا راح يأثر كثير على المهاجرين في مقاطعة كيبيك. خليكم معنا. طبعا هذا الفيديو برعاية مكتب عمر للخدمات الهجرة. مكتب عمر لخدمات الهجرة بيساعدكم في أمور كثير، منها الفيزا، تصريح العمل، تصريح الدراسة، الهجرة، هجرة رؤوس الأموال، اللجوء، أي شيء بدكم إياه بالهجرة أكيد مكتب عمر راح يساعدكم. الدكتور عمر حايك رئيس هذا المكتب راح يقدم خصم خاص لمتابعين هذه القناة، فإذا بدكم تتواصلوا معهم ادخلوا على الرابط تبعهم على الفيسبوك أو اتصلوا فيهم. طبعا هذا القانون اللي أصدرته مقاطعة كيبيك حديثا قبل أيام، إنه أي واحد بده يهاجر جديد على مقاطعة كيبيك لازم، طبعا عشان يهاجر على مقاطعة كيبيك لازم يحصل على سيرتيفيكيت دي سيليكسيون دا كيبيك، أو شهادة اللي بتأهله إنه ياخذ ورقة ويهاجر على كيبيك. هذه الشهادة عشان يقدمها لازم يقدم امتحان اسمه امتحان ثقافة أهل كيبيك. طبعا كان في سؤال كبير، يعني عادة احنا هم ما بنقدم أي امتحانات غير اللغة والأمور هاي. ايش هي الأسئلة اللي بدكم تحطوها؟ يعني هل هي أسئلة عن كندا؟ هل هي أسئلة عن التشارتر اوف فريدم أو القوانين الكندية تبعت تعدد الثقافات؟ لا، مقاطعة كيبيك حديثا أعلنت بعض الأسئلة وأنا طبعا جزء منها. مثال، يعني بقول لك في مقاطعة كيبيك، طبعا بالإنجليزي والفرنسي راح تكون، في مقاطعة كيبيك women and men have the same rights، الرجل والمرأة عندهم نفس الحقوق في القانون. هل هذه الجملة صحيحة أم لا؟ السؤال الثاني، طبعا حطوا 5 أسئلة، إنه الناس اللي بيقدروا يتجوزوا في كيبيك، هل هم رجلين؟ هل هم رجلين اثنين نسوان، اثنين نساء ورجل؟ هل هم اثنين نساء؟ هل هم رجل ومرأة؟ هل هم رجلين مع مرأة؟ سؤال غريب. السؤال الثالث، شو هو اللغة الرسمية لمقاطعة كيبيك؟ هل هي فرنسي، اسباني، انجليزي ام انجليزي وفرنسي؟ طبعا هي فرنسي. السؤال الرابع، في مارش 29 مارس 2019 طلع في قانون حنحكي عنه هلا للأسف، اللي هو يمنع الرموز الدينية في الأماكن العمل. وآخر واحدة بيحكوا عن موضوع الشغل، وإنه إيش الأماكن اللي بتعتبر discrimination أو عنصرية، إنه يمنع المرأة لا تشتغل لأنها حامل، أو لأنه معوش دبلومة، أو لأنه من ethnic background مختلف، أو من ثقافة مختلفة. طبعا هاي بعض الأسئلة. هلا مقاطعة كيبيك زي ما حكينا في شهر مارس 2018، يعني حتى هم بيفتخروا 2019 سوري، طلعوا قانون جديد يمنع لبس الرموز الدينية في أماكن العمل. بما معناه المعلمة ممنوع تيجي على المدرسة لابسة حجاب، أو وهي طبعا هذا أكثر ناس تضرروا فيها المسلمات، المسلمين يعني عادة الرجال ما بيلبسوا إشي هيك غريب، المسلمات بيلبسوا الحجاب، اليهود بيلبسوا القبعة تبعتهم هاي الكعبة، والسيخ المسيحية طبعا، حتى يعني موضوع الصليب ووضع الصليب يعني ممكن يحطه تحت البلوزة فما بيأثر كتير عليه. فأكثر ناس تأثروا اللي هي المرأة المسلمة والرجل السيخي والرجل اليهودي. طبعا
هذه المشكلة اللي صارت، صار عليها كتير ديبيت خاصة في الانتخابات الماضية، وحكوا انه يس لن تتأثر النساء او الرجال اللي بيشتغلوا في الحكومة حاليا، لكن لن يعينوا اي احد بهذا اللباس الديني اللي برمز لرمز ديني. بالإضافة إلى ذلك أنه أي واحد موجود في العمل الآن لن يترقى، يعني مدرسة مثلا تشتغل في مدرسة لن تستطيع أن تصبح مديرة مدرسة لأنها لابس الحجاب. فطبعا أكثر ناس تأثروا اللي هم المسلمات، وبالتالي صار عدة إضرابات. أكثر من رئيس حزب في الانتخابات الماضية كان يتكلم عن هذا القانون، لأنه يعتبر أو اعتبروا جاستن ترودو وجاغميت سينغ أنه قانون مخالف لقانون الحريات الدينية اللي موجود في الدستور الكندي. طبعا الموضوع عليه ديبيت، هل حتقوم الحكومة الفيدرالية الآن بمحاربة هذا القانون أم لا؟ قانون غريب، قانون ما أتوقع إنه راح يجيب ناس كتير على كيبيك ولا يحبب ناس في كيبيك، بالعكس راح الناس تهرب من كيبيك لأنه راح يشعروا إنه هم مظلومين في كيبيك. طبعا فرانسوا لوغو اللي هو رئيس مقاطعة كيبيك الآن بيحكي إنه أي واحد بيجي على كيبيك لازم يعرف الثقافة والتاريخ تبعنا وقوانيننا ومش يجي هيك بس. طبعا يعني في منه جزء بس، إنما تيجي تصدم اللاجئ الجديد بقانون جديد أو القادم الجديد المهاجر الجديد بقانون أو امتحان. طبعا بعطوا دورات، في دورات راح تكون موجودة، راح يبدأ تطبيقه من 1/1/2020 هذا القانون. وطبعا راح نشوف هل هذا حيزيد نسبة المهاجرين لكيبيك ولا حيقللها. إذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا له شير لأنه موضوع مهم جدا مع ناس كتير، ويعطيكم ألف عافية.